فرحتك كاتمها ولا تبي احد يدري يا اخي عرفت يا اخي انت مثلا تخرجت اخذت شهاده حلو ان الناس يعني تبارك لك ولا تشارك فرحتك يعني كابت نفسك وكابت واخر شيء لو يصدق قال عين ترى تحسب انه ما بيفكر عين عين عرفت فهذا الشيء احنا ما نقول العين عين حق لكن افعل الاسباب ما تعلم ما في مكرم اشرح انت اسمعني جتني فكره مجنونه نبي ناخذ دجاج ونحطه في الشوايه الا لا الا هي كبسه هي مكرونه طيب مكرونه يجي دجاج مشوي حلو انا ليش احركه الا لازم عشان ما يتلاصق تلاصق ايش اقسم بالله انا الحين نبي نجهز الخطه عشان ودي اسجل مساء جهز السفرتين طيب عندي سؤال كيف تفتح السجن ها كيف تفتح السجن انا مسؤول عن السجن يعني ممكن يسكنك خلاص يا رجال ايش هبطت عليك بعد العشاء نشوف بعد العشاء اقسم بالله اللي يبطت عليك بعد العشاء ومو هو بشربك اللي يسجني كفو والله انك كفو واني اقدح من راسي يا اخوان اللي بالكيس ها انا من الناس اللي احبك وانت عزيز على قلبي الله اسمع شوف تبي علم بالكيس ولا اللي ورا لا لا اللي في الورقه ها وشو ها ناحي تكفى تكفى ناحي المهم الحين نبي نسوي تمويه تمويه على وش؟ سفرتين ناخذها. تو باقي له ربع ساعة. أنا عارف إني بجهز كل شيء. طيب. لا خلاص أنا ودانا هناك سفرة بقول يلا قوموا. أحسنت. قوموا على العشاء. السلام. طيب أنا ما أقدر أقول قوموا لأنهم داريني ما 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 يرجون وراي شيء. طيب. أنت قول. لا دحين هم يصدقونك ما بعد يعرفوا إنك كذاب. أيوه. إيه. تقول قوموا على العشاء. قوموا يلا يا عيال قوموا. بس يا أخي ما أبغى أحط لهم في عيونهم إني بعد ذا اليوم كذاب. عارفين إن أصلا هم. بس والله. خشون عنك ولا هم عارفين كلنا عارفين الكذاب بس انت اللي ما تدري ان عارفين عارفين حلوه شفت يعني انا كذاب ونذل قضيب منه نذل قضيب منه بس خليت منه انت بصراحه اسمع شوف ها شوف ابي اقهر سال كلهم بقهر كلهم بس كيف ندري انهم جاوا كيف ندري شو؟ كيف ندري كيف نبيهم يدرون في السجن؟ ايه كلمة الشباب نقول حطوا الكاميرا ها؟ انت طيارة طيارة شوف طيارة لا لا طيارة لا لا العيال اللي يبي العشاء يجي ترى شو؟ يبحر طف انت ها هم يدرون ان ما فهمت صدعت براسي هذا مكيف اسمع انت قل اللي يبي العشاء يجي ايوه ما يدرون ان العشاء فيه ممكن بيروح يسار صح انت اذا سجل انا جاهز بقفل دقيقه هل انا بقلطهم على العشاء في المجلس ولا باخذ الصحن واروح السجل لا الصحن زين بروح بالسجل حلو تاخذها انت لا والله لو بيقلب عليك ان طلعت من السجن وانت تشوف طيب اعطني يدك احلف احلف ايش انك ما تقلب والله ما اقلب بيض الله وجهك انا خلاص اذا اعطيت الواحد امانه خلاص احسنت بارك الله فيك والله استغفر الله العظيم يا شيخ اربك يجوع يا شيخ ابشر والله بالسعد والله جيت كبز مكرونه مسوي ثلاثه عيال وين تروحون؟ وغايب من شيطانها يلا بسرعه بسرعه ترى باقي 10 دقائق 10 دقائق تجيكم المكرونه اللي يحبها قلبك قلبي الشيخ وجعان اجويع بسم الله عليك بسم الله عليك ابشر والله بالمكرونيه جوعان والله ما خلى ابشر والله بالمكرونيه لا وقول ازيدك من شعر بيت مجغجغه والله نشوفها يا شيخ مجغجغه كذا عرفت مع شوي شطه يا ويلي وليمون واللي مسويها من؟ مناحي لا ابو علمان اوه غطيت غطه يا عليمه مع ان ناجي مشارك معنا والله لا شارك ولا الا شارك انا جاب البصل وحمسه والله ما لف ولا دار صاف 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 والله حمسه اسم امك حمسه وشو؟ امك اسمها حمسه حمسه لا ايش دخلك؟ انت شو اسم امك؟ عايشة لا تقعد طيب اسف خلاص شو اسمها؟ والله انها عايشة وانت؟ ايش دخلك؟ ها شو كيف ايش دخلك؟ انا بعلمك اسمها وش بس علمني اسم امك ما انا بعلمك انا بعلمك اسم والله انا عايشة وبعلمك اسمها اول مرة اشوف شيخ ذكي لهالدرجة لا علم اسم امك انت انا؟ ايوه والله يعرف اسم امي طيب عادي طيب انت قول اسمي ماني بقايل طب ليش تقول لي بقوله؟ بس ما عليك يا شيخ تكفى قرطة لا ناحي خصم لا والله والله خصم
اقدر قرضني. شوف ما عاد قرضت خصم. تبي نفس العصر؟ والله إن اني انا واملك كل فداك. انت معي بس ايش اسمه؟ خليني اعلمتك. يبدا بحرف الحاء. حصه؟ لا. حمسه؟ وش اللي حمسه؟ جبن هو؟ لا. عبصه؟ لا. وش؟ يلا خلك رجل. وشو؟ خلك رجل وقلها. انا رجل. هو رجل. انت رجل. انا رجل. اسمع انت رجل. والله خش هالبرنامج. دقيقه دقيقه خير. اصبر فكني من تستحمل اسمه. تستحمل اسمه. اصبر اصبر اول شيء هو ترى ما غلط عليك ويقول خلك رجل يعني انت رجل بس خلك على ما انت عليه. تستحمل اسمه امك. ليش تضرب الشيخ؟ ها اسمع العلم اللي يصلك. خلاص يا شيخ خلاص فرع فرع خلاص. تستحمل اسم امك. خلاص اكني عليها مناحي. خلاص شيخ ذايب. خلاص يا عيال خلاص. تستحمل اسم امك. عيال خلاص اكني عليها. انا اعرف كيف. خلاص يا عيال خلاص انا اعرف كيف. خلاص لا تحرش استديو. كان ان كان جاتك سالمه حبيت تكون خشها بس يدي يدي ابو مصر تكفى. لا لا اعطيك ناصر لانك جميل رضي الله عنك يا زين ناصر. ايه يا اخي يعطيك الايجابيه. اصولي يعطيك الايجابيه. اصولي ما بسيط يا ولد. حتى لو تحس نفسك قبيح ايه يد عمك نفسيا يجيك اجي اسمع ثاني مره الوصف دقيق. لو تشوف تحس نفسك قبيح يجيك يخليك بوراك يا رجال.